ضمائركم دون أي نداء آخر، ولبيتم دعوة الوطن دون دعوة من أحد. إن حضوركم اليوم زلزل قلاع الفاسدين المتداعية، وأثلج صدور الثوار المتعطشة لهواء الكرامة والعزة والسيادة. إن هذا المدح الطلابي الجارف بصولاته المتكررة، والذي يستمد عنفوانه من شباب الثورة المعتصمين، والذي يستمد عنفوانه من ثبات الثوار المعتصمين في الساحات وصدق عزيمتهم، سيطهر شطان العراق الشامخ من صخور الفساد، سيطهر شطان العراق الشامخ من صخور الفساد الجاثمة عليها منذ 17 عاما. وإنما يرافق هذه الأمواج من نسيم عليل متمثل بتدفيق الطالبات الثائرات، سينقي هواء العراق المقدس من كل شائبة. أيها المرابطون في ساحات عراقنا الحبيب، إن كلمة الفصل لن تخرج إلا من أفواهكم، ولن يعلو صوت فوق أصواتكم، وقد قلتم قولكم بوضوح، وقد قلتم قولكم بوضوح لا يخفى حتى على الأصم. وإننا كطلاب داعمون لرفضكم القاطع لتكليف مرشح الأحزاب محمد توفيق علاوي. رئيسا للوزراء. لن تكون دماؤنا ثمنا لإبدال دمية بدمية، ولن تكون أرواح صفاء السراي، أحمد المهنة، طاهر الطيب، زهراء سلمان وغيرهم المئات عملة تباع بها المناصب وتشترى. إن شكر هؤلاء الشهداء الأحرار لا يكون إلا بتحقيق ما خرجوا من أجله، وقد أريقت دماؤهم الطاهرة حين طالبوا به. هم قالوا نريد وطن ولا نعود حتى نجلب لهم هذا الوطن. عمر فوق محمد علاوي.